حابين اكيد نطمن على ظروف يحيى خالد، نقرب اكتر من الموقف في معسكر منتخبنا الوطني لكره اليد. هنتكلم عن كل كبيره وصغيره في هذه المداخله الهاتفيه مع واحد دايما من الضيوف اللي بيشرفوني سواء بتواجدهم في ملاعب الابطال او حتى لما بيكونوا متواجدين معانا في المداخلات الهاتفيه، وهو الكابتن علاء السيد رئيس لجنه المنتخبات الوطنيه باتحاد كره اليد. هنقرب منه اكتر من الموقف. كابتن علاء، مرحب بحضرتك في ملعب الابطال. اهلا بيك يا كابتن محمد، واهلا بملاعب الابطال. شكرا على المقدمه الواضحه دي. اعتقد الناس بقى عندها فكره النهارده عن الموقف اللي فيه كابتننا ونجمنا الكبير يحيى خالد، ويمكن الناس كلها بتتابعه في نهائيات بطوله اوروبا اللي يعني اللي بيشرفنا فيها بشكل كبير جدا، والناس كلها طبعا سعيده بالمستوى اللي بيقدمه والمردود الرائع اللي واصل له، واللي ده كان فعلا كان جزء من برنامج اعداد منتخبنا لكاس العالم اللي فاضل. يعني احنا كان عندنا برامج على كذا مرحله، ومنها ان احنا نحاول نزق مجموعه من اللاعبين اللي عندنا عشان يحتكوا في الدوريات الاوروبيه. بالفعل. طيب اكيد يعني زي ما حضرتك قلت، يعني يحيى خالد واحد من اللاعبين المهمين، واضافه جيده ان هو ايضا يكون بيخوض مباريات فنيه قويه مع الفرق الاوروبيه. عايز اطمن مع حضرتك على الموقف حاليا، يعني بتستعدوا ازاي لو لا قدر الله تم التحليل ليه وطلعت النتيجه ايجابيه؟ هل تخاطبتم مع وزاره الشباب والرياضه؟ عرفتهم الموقف؟ يعني ايه التطلعات في الفتره الحاليه عشان يحيى يكون ان شاء الله موجود مع المنتخب الوطني المصري ان شاء الله في هذه البطوله؟ هو طبعا الموضوع كان يعني في الفتره الاخيره تطارع شويه، لان احنا اتبلغنا ان الحمد لله يحيى حصل له التعافي ومسحته طلعت سلبيه، هو الحمد لله ما حصلوش يعني اعراض كبيره او قويه في اثناء الفتره دي، مجرد بس ان هو اتحجر في البيت الفتره القانونيه واتعمل له مسحه ثانيه فطلع ان هي سلبيه، ودي كان طبعا مؤشر سعاده كبير بالنسبه لنا. البطوله اوروبا كان معروفه زي ما قلت كده، الاتحاد الاوروبي اشتغل بيحاول يستغل كل امكانياته التسويقيه ويعوض بعض الخسائر الماديه، فحط ميعاد البطوله دي على فكره بطوله نهائيات بطوله اوروبا للموسم 2019 2020، تمام، مش الموسم الجديد، تمام. فهم اختاروا نادي فاسبريم ونادي كيل ونادي باريس سان جيرمان ونادي كيل الالماني، هم يلعبوا النهائي كده قبل البطوله ما تكمل يعني. وطبعا ده من حظنا ان احنا هيلعب البطوله دي، بس طبعا توقيتها كان صعب شويه لان معظم الفرق دلوقتي او اللاعبين انضموا لمنتخباتهم دلوقتي وبداوا اعداد لكاس العالم. فاحنا قلنا خلاص طب اوكي هيبقى اعداد جيد ليحيى، وان كان طبعا اعداد بعيد عننا، لكن فوجئنا ان العينه بتاعته الثانيه بعد الاولانيه، لانهم بيعمل لهم كل ثلاث ايام مسحه، فالعينه بعد ما طلعت سلبيه ترجع الثانية ايجابيه، وبدانا في التارجح ما بين الايجابي والسلبي. فطبعا بالنسبه لنا احنا كان المفروض نظريا خالد ينزل من المانيا مباشره بعد مباراه اليوم، ينزل بكره على مصر. فطبعا نتيجه ان العينه متارجحه، فطبعا ما عرفش يعمل الورق المطلوب ليه عشان يركب الطياره وينزل لنا مصر. فطبعا اجلنا ميعاد رجوعه، قلنا طب خلاص لما يرجع المجر تاني، هيرجع ان شاء الله بكره بالسلامه المجر باذن الله ويعمل المسحه، وبعد كده يجي لنا يوم واحد. فنتحسب بقى ان شاء الله ان ربنا يسهل ان هو يقدر ينزل في الميعاد اللي احنا الجديد اللي حددناه ليه، وتكون عينته تقلب سلبيه. لكن طبعا احنا بلغنا المسؤولين بشكل رسمي ان احنا محتاجين استثناء ليحيى، ان هو حتى لو لا قدر الله العينه طلعت ايجابيه، لان هو دلوقتي سليم معافى وبيلعب ومسموح له يلعب في اكبر دوريات في اوروبا، واللجان الطبيه في اوروبا سمحت له باللعب، وده معناه ان هو سليم تماما. لكن وجود بقى بعض الجزيئات من الفيروس دي ما بتاثرش على الحاله الصحيه بتاعته خالص، ولا بيبقى تاثر على 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 طريقه ادائه، لكن فقط محتاجينه يبقى في ورقه تدخله البلد ويركب بيها الطياره، ده اللي احنا طالبينه من الوزاره، وان شاء الله رب العالمين هنوصل للغرض ده، واعتقد الدوله كلها واقفه ورانا، واعتقد الناس يعني ممكن تقول لنا ان احنا لينا حق بعد المنظر الرائع والدكتور الرائع اللي قدمه يحيى. وعلى فكره يحيى كان بقاله اسبوعين ما اتمرنش، وفقط مرن اخر 3 4 ايام، عشان كده يمكن الناس قالت المدرب اخره، لا المدرب كان بيحاول يحافظ له على طاقته اقصى وقت، لان المباراه صعبه جدا امبارح،
وزي ما الناس كده حط امتد فيها الوقت، الناس شافت امتداد الوقت بعد المباراه، والكلام ده كله طبعا يمكن كان ارق يحيى شويه، لكن اعتقد ان بالنسبه لنا كانت خطوه صح ان احنا نجحنا مع نادي فيسبرم ان هو يتعاقد مع يحيى خالد، وعملنا له التسهيلات اللازمه ان هو يطلع يلعب عشان مستواه يوصل للشكل الرائع اللي احنا شفناه امبارح. ان شاء الله كل يعني التوفيق لحضراتكم، وان شاء الله يعني اللاعب يكون متواجد معانا ان شاء الله في هذه البطوله. نروح لواحد ايضا من اللاعبين المهمين في صفوف منتخبنا الوطني المصري، وهو اللاعب احمد خيري. عايز اطمن من حضرتك على اصابته، ويعني امتى يبان موقفه سواء من الاستمرار في المعسكر او خلاص ان هو يخرج من القائمه بشكل نهائي. هو مش هيخرج من القائمه، لان القائمه خلاص قائمه شبه نهائيه، اللي هي العدد اللي بتكلم على القائمه المطوله. في قائمه مطوله عندنا او اللونج ليست بتاعتنا 35 لاعب، فطبعا مش هيقدر يتفرج اي حد فيها الا لو حصل له لا قدر الله زي ما الدوري ادى استثناءات، اللعيبه اللي هي بيحصل لها كوفيد ولا حاجه بيبقى ممكن بنغيرها. لكن هو اصابه عاديه وحصل له مز في العضله الخلفيه، وان كان مز شديد شويه، لكن في تقييم كده ان شاء الله بعد اسبوع ونبدا نشوف الحاله وصلت لغايه فين. ممكن هو حظه سيء شويه جدا، احمد لاعبنا المميز احمد خيري، هو ثاني يوم من انضمام المنتخب بعد انضمامه ليه من نادي ستيوا بوخارست، هو لاعب محترف في نادي ستيوا بوخارست، وتاني يوم انضم للمنتخب حصل له المز ده. يمكن تغيير الاجواء، تغيير المناخ نفسه اثر على الحاله يمكن، لكن ان شاء الله رب العالمين خلال اسبوع ان شاء الله هنقيم ونعرف الوضع النهائي بالنسبه له باذن الله. هيبقى موجود، هيقدر يلعب البطوله بتاعتنا ولا لا؟ هو ان شاء الله لو سليم هيلعب، لكن لو مش سليم هيبقى موجود مع الفرقه في المعسكر، وده اللي احنا ما بنتمناهوش. انا في بدايه الحلقه كنت اتكلمت عن شكل الصالات وقد ايه فعلا حاجه مبهجه، واتكلمنا ايضا عن ان يعني في خبر ان خلاص هيتلعب عليها بعض المباريات التجريبيه في مباريات الدوري، ولكن انا حابب اسال حضرتك عن المباريات الوديه اللي تقررت باذن الله سواء مواجهتي اليابان او مواجهه البرازيل. هل يعني استقريتوا على الصاله اللي تقام عليها؟ هل بنسبه كبيره ممكن تتلعب على الصاله اللي هتكون صاله منتخبنا الوطني المصري وهي صاله استاد القاهره، ولا ممكن تجربوا احدى الصالات بحيث ايضا اللاعبين ياخدوا الاكسبيرينس او خبره الصالات المختلفه اللي بالفعل يعني هيكون معظمهم ما لعبش عليها قبل كده؟ هو طبعا يعني الصاله الرئيسيه بالنسبه لنا ده الملعب بتاع المنتخب المصري لكره اليد، وان شاء الله بشكل كبير او بشكل مؤكد هيبقى ماتشين اليابان يوم 5 ويوم 7 ان شاء الله. الماتشات دي هتتلعب في صاله استاد القاهره. الماتش الاخير مع اخر ماتش عندنا الماتش يوم 9 ان شاء الله مع البرازيل، ده اللي هنحدد بشكل نهائي هيتعمل في الاستاد او في صاله من الصالات الثانيه عشان نجربها برضه بشكل نهائي، لان الملاعب الثانيه محتاجه برضه تجربه، لاننا طبعا المنشات دي كلها انشات في وقت قياسي، وطبعا احال انتشار المرض والوباء ان احنا نجرب الصالات دي، فاحنا بنحاول نجربها ونعمل فيها البروفات النهائيه للشكل النهائي قبل البطوله ان شاء الله. ان شاء الله ده اللي احنا بنحاول ننفذه، وان شاء الله رب العالمين يعني تبقى يعني تعدي الفتره دي صعبه جدا على الجميع، حتى اللجنه المنظمه عندنا طبعا الناس لازم تبقى عارفه ان الموضوع مش سهل خالص، ولا الناحيه التنظيميه ولا من الناحيه الفنيه. الناحيه التنظيميه طبعا محتاج احضر كل الناس اللي بتشتغل معايا، ده طبعا في صعوبه غير الماديه، في مش سهل الناس برضو تسيب بيوتها لمده 20 وتسيب شغلها لمده 20 يوم وتبقى متفرغه تماما ومحبوسه ما تقدرش تشوف اهاليها وكده، فطبعا ده بيبقى ضغط تنظيمي كبير. وفي نفس الوقت طبعا بتكلم عن ناحيه المنتخب واللاعبين، احنا بقى لنا كتير قوي اللعيبه يعني بيروحوا يعني وبنعمل لهم تستات لما بيروحوا ويرجعوا، بدءا من مباراه اليابان مفيش مروح لمده شهر، اللعيبه هتكون معسكر مغلق وممنوع التواصل معاهم او الاقتراب منهم. وحتى المباريات الوديه دي هتكون تقريبا بنظام الفقاعه الكامله، وده طبعا بيطول مده المعسكرات على اللعيبه وبيبقى بيساعد شويه، خصوصا ان مفيش يعني الترفيه اللازم عن اللعيبه، لان اللعيبه طبعا بيبقى تحت الضغط محتاج يبقى يخرج يشم هواء يقعد مع حد يفضفض معاه، بالتاكيد الكلام ده كله هيبقى مش موجود. فيعني
الصعوبات بتزداد، لكن ان شاء الله رب العالمين يعني نقدر نعدي بالبطوله لبطل باذن الله، ومنتخبنا يعني يتفوق على الظروف دي كلها باذن الله المردود اللي مصر كلها تتمناه منه يعني. طيب اسف للاطاله، وسؤال اخير يا كابتن علاء، يعني ايه الاحتمالات اللي موجوده ان منتخبنا الوطني المصري يفضل مستمر على صاله استاد القاهره في حاله صعوده للادوار النهائيه، ولا نظام القرعه في احتمالات ان نلاقي المنتخب انتقل من صاله استاد القاهره ممكن ياخد لقاءات على اي صاله ثانيه بناء على ترتيب المجموعات؟ فيا ريت حضرتك يعني تعرفنا النقطه دي تحديدا. لا لا، هو منتخب مصر ان شاء الله هيستمر على صاله استاد القاهره ان شاء الله، طبعا ده في حاله التاهل ان شاء الله، يعني تاهل الدور الثاني، احنا محتاجين نتاهل الدور الثاني علشان نستمر للدور الثاني ده في استاد القاهره. استاد القاهره مخطط ليه ان مجموعه مصر ومجموعه ثانيه هيبقى يكملوا ان شاء الله في استاد القاهره، يعني الموضوع متحدد يعني، لكن ان شاء الله رب العالمين يعني اتمنى من ربنا ان منتخبنا يؤدي الاداء الطيب اللي يخلي الناس على الاقل يعني تتعب بالتلفزيون. يعني طبعا انا بس بحب اقول ان طبعا لغايه دلوقتي 30% من الجمهور، والموضوع دايناميك يعني ما اقدرش نحلف ان الكلام ده ممكن يتم ولا ما يتمش باذن الله. بنتمنى ان شاء الله نسبه 30% دي تبقى نسبه جيده، وان شاء الله يؤدوا اللي عليهم كمان ويبقوا يعني بمثابه ال 100% اللي حاضره وبتأزر منتخبنا الوطني المصري. كابتن علاء بشكرك جدا على هذه المداخله الهاتفيه، يعني فعلا كابتن علاء دايما لما بيكون معانا في ملاعب الابطال بيوضح كل الامور الفنيه او التنظيميه او اي حاجه حابين تعرفوها، وكل صغيره وكبيره عن منتخبنا الوطني المصري لكره اليد اللي عنده بطوله مهمه ان شاء الله بنتمنى له فيها التوفيق باذن الله. بنتمنى ايضا ان يتم حل ازمه واحد من نجومنا وهو يحيى خالد، ان شاء الله تطلع كل العينات بعد كده عينات سلبيه وما يكونش في اي اصابه ان شاء الله، ويكون متواجد ويدعم صفوف منتخبنا الوطني المصري. وان شاء الله الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه يتدخل ويعمل اتصالات مع اتحاد كرة اليد لحل المشكلة دي في حالة ان اللاعب ما قدرش يجي او كانت العينات متأرجحة ما بين سلبية وإيجابية. بنتمنى ان شاء الله ان هو يتألق في مباريات دوري ابطال اوروبا، وبعد كده ان شاء الله يكون داعم لمنتخبنا الوطني المصري. ان شاء الله هنكمل في اخبار هذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.